صحفي بكره ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. طيب نيجي بقى الاهلي والاتحاد متساويين في كل حاجه، في الابناط وفي الاهداف وفي كل حاجه، ليه الاهلي الاول والاتحاد الثاني؟ الاهلي الاول ده ما تفرقش يعني، وما فيش مواجهات مباشره وفي حاجه، انا لسه بادئ على الكلام ده. ما انا بتكلم يعني، انا بصينا ده على فكره يعني الكباتن عندي اللي لفت نظري، مش انا اللي بحط الجدول يعني، مش انا اللي ما اعرفش مين اللي منزله اصلا يعني، يعني هل ليها مثلا عشان الماتشات الخارجيه للاهلي اكتر من الاتحاد؟ لا يعني لا 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 لا، ملهاش اي حزب خالص؟ لا 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 تمام، لان احنا اللائحه بتاعتنا في حاله تحديد الاربعه الاوائل والانديه المهدده بالهبوط بتاخد الاول الاهداف اللي ليه واللي عليه، وبعدين لو تساوي في الاهداف اللي ليه واللي عليه مين اللي جاب اهداف اكتر، كل حاجه زي يعني 6-1 احسن من 5-0، ولو حصل المواجهات المباشره وال يعني فيها امور كتير، ففي الاخر بتتحدد يعني. هي بص يا حاج عامر، اثناء الدوري دوت الموضوع يعني مش فارق يعني. طيب هو الجدول قدامي، الاهلي لعب 3، الاتحاد لعب 3، فاز 3، فاز 3، تعادل ما فيش، خساره ما فيش، 6 اهداف، 6 اهداف وعليه هدف وعليه هدف. هي بالظبط كوبي بيست. ممكن ترتيب الابجدي بعد كده بقى. لو ابجديا، لو ابجديا كلام كابتن محمود وكابتن اكرامي، الاتحاد يبقى الاول. صح يا كابتن اكرامي؟ انت اللي قلت لي كده. محمود اللي قال كده. قال لك ممكن. الف ب الف ب والف طب جامل الحاج عامر اهو من الاتحاد في اسكندريه. طلع لا لا الموضوع عمره ما خطر في بالي يا كابتن مهيم والله. طب ما هو ما دي حقيقه ايه؟ لا اللي طلع الموضوع ده كابتن اكرامي مش انا بريء. كابتن اكرامي قال لي ايه ده؟ التقارير تيجي اداره المسابقات، الناس الموظفين اللي موجودين بيفرغوا النتائج، ايوه، وبعد كده بيطلعوا الجدول الرسمي على موقع الرابطه. تمام. هي المواقع هتلاقي حد اللي طلع الجدول ده، مش يعني. وكله خد منه. هل في عقوبات لمباراه السوبر يا حاج عامر؟ لا لا، بناء على تقرير الحكم طبعا، الحكم ما كتبش حاجه خالص، لان الحكم لو في حاجه حصلت اثناء المباراه ما يقدرش يكتب تقرير بعد المباراه ما دام ما خدش اجراء اداري، سواء انذار طرد اي حاجه، لان ما ينفعش يكتب تقرير بعد المباراه وهو ما خدش الاجراء ده، يتحاسب عليها. تمام. يعني الحكم ما كتبش حاجه خالص، والمراقب قال في مناوشات بس بين اللعيبه بعد الهدف الثاني ما وصلتش لاي تجاوز، وان اشاد باللفته بتاعت الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن شيكابالا، وده بس كل اللي كان موجود في التقرير. اذا مباراه السوبر، وانت عارف حضرتك ان انا ما باخدش الا بالتقرير حكام المراقب وشريط المباراه الأخر. اكيد اكيد خلاص، يبقى كده ما باخدش بيها خالص. مباراه السوبر بدون شكوى بيروح الانضباط، هم بيقدروا بقى يروحوا يحققوا في مستشارين هناك، انما انا مش جيت تحقيق في